وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بداية أستاذ محمد، كيف تقرأ المجهودات المصرية لزيادة المساعدات الإغاثية وأيضا لسرعتها وسرعة دخولها إلى أهالينا في غزة في ضوء فتح معبر كرم أبو سالم والعوجة لتسهيل الحركة الشاحنات والوقود أيضا؟ اهلا بحضراتكم وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طبعا الخطوه الاخيره او المباحثات المصريه الاخيره بخصوص فتح معبر كرم ابو سالم كجزء من اليات ادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه، ده بياتي في اطار المقاربه المصريه منذ بدايه الازمه، واللي ركزت بشكل رئيسي على مساله المساعدات الانسانيه كاحد يعني المحاور الرئيسيه للتحرك المصري. التحرك المصري تجاه الأزمة الراهنة أو الحرب الدائرة في قطاع غزة ركز بشكل أساسي على المحور السياسي فضلا عن البعد الإنساني، وده كان أمر مهم في ضوء التداعيات الإنسانية أو الكارثة الإنسانية الضخمة التي يعاني منها قطاع غزة بفعل يعني عمليات القصف الإسرائيلية والعمليات البرية الإسرائيلية تجاه القطاع، واللي خلفت أزمات إنسانية غير مسبوقة. يعني الدور المصري منذ البداية ركز على البعد الإنساني، والحقيقة أنه كان في عدد من المخرجات المهمة لهذه التحركات المصرية ابتداء من دخول أول شحنة مساعدات إلى القطاع يعني قبيل قمة القاهرة للسلام، مرورا بعمليات ادخال الوقود الى قطاع غزه، مرورا بانجاز الهدنه الانسانيه المؤقته، وصولا الى الجهود الاخيره او المخرج الاخير الخاص بفتح معبر يعني كرم ابو سالم، واللي هيدفع بدوره باتجاه تنامي عمليات ادخال المساعدات الانسانيه الى يعني قطاع غزه، خصوصا يعني مع الحاجة لذلك في ضوء اتساع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع وما يحمله ذلك من تداعيات إنسانية كارثية. نعم، الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.